يا عم افهم بقى، الراجل مدير المستودع اللي انا بيه بصاحبي، اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه، حباها ب20، يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش وحش ايه؟ ايد على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول، والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. قبل ما الحكومه تصحى، صح كده؟ الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم، اضربوا كده في 10. 20 في 10 دول 200 جنيه حلوه قوي. وانا لغيت الواد كريم، هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير، هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال، هو عارف لو العربيه اتقفشت هيضيع. ماشي اخلع انت. ماشي خلاص، نديله ريالين. خلاص بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعه زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد عادتك السودا ده على الكرسي ده. وهو كذلك. ها؟ تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابل؟ يا بهزر معاك. انا عارف ربنا بهزر معاك يا جدع.